السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناة حنا لايف. اليوم غادي ناخدكم معايا في جولة الى السوق النموذجي لسيدي يوسف بمدينة اكادير. السوق كما قلت نموذجي، فيه بزاف ديال الحاجات اللي ممكن انه الواحد ياخذ، وبدرجة كبيرة الملابس المستعملة او ما يسمى بالدارجة ديالنا الجوطية البال، لا بالنسبة للعنصر الرجالي ولا حتى العنصر النسائي. فيه ابتداء من 10 دراهم ممكن انه الواحد ياخد شي قطعة من الملابس، وفيه محلات طبعا بالنسبة للملابس اللي هي جديدة، خصوصا الرجال، فكاين اختيارات اللي هي كتيرة بزاف. كاين محلات اللي هما خاصين كذلك ب ملابس ديال النساء، كاين المحلات اللي خاصين بالأحذية، الحقائب، المستلزمات ديال التجميل او مواد التجميل، وكذلك كل ما يخص الإلكترونيات يعني الهاتف والحواسيب كذلك والمعدات ديالها. فالسوق تقدروا تلقاو فيه بزاف ديال الحاجات، ونخليكم في جولة لبعض المحلات اللي كيبيعوا كما قلت الملابس المستعملة. ونبقى لي نقول لكم تهلاو في رزقكم، إلى فرصة قادمة إن شاء الله. Thank you.
Thank you.